السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة زينو جيمرز، وأخيرا صدرت لعبة سول ووركر أكاديمي. صراحة هذه اللعبة رائعة جدا. كان الإصدار الأول من سول ووركر، وهذا هو الإصدار الثاني وهي اسمها سول ووركر يعني أكاديمي. الآن سوف نقوم باختيار الدخول عن طريق فيسبوك أو عن طريق جوجل، أو الدخول كجيست أي كزائر. حجم اللعبة الكامل هو 1 جيجا و900 ميجا، وهي تحتاج إلى الأنترنت. سوف أدركم رابط تحميلها أسفل الفيديو. تحملوا ملف الاي بي كي، وبعد ذلك تقومون بتحميل ملفات الداتا من داخل اللعبة. نختار هنا جوجل على هذا الشكل. وكما تشاهدون الآن دخلنا إلى اللعبة هكذا، نقوم بالضغط في الأسفل، وهي اللعبة كما تشاهدون. هنا يمكنك اختيار الشخصيات التي تريد. نقوم باختيار شخصية الفتاة هنا على هذا الشكل. لا أعرف أين هي يعني الشخصيات الخاصة بالولد، ولكن لا بأس، سوف نقوم بتجربتها معكم. أيضا اختيار يعني الملابس أو لون الشعر أو الأعين أو تلك الأشياء. الآن سوف نقوم بالدخول إلى اللعبة. العديد منكم ما سألني حول وضع ألعاب أنمي جديدة. أنا فقط انتظروا نزول وصدور العاب انمي تستحق المشاركه معكم، لان هناك العديد من العاب الانمي تنزل، ولكن يكون التحكم بها هو يعني سيء للغايه، ليست يعني تحكم يدوي. الان سوف نبدا شاهد الجرافيكس الخاص باللعبه. الان سوف نقوم بالذهاب هنا، هذه فقط يعني تعليمات، هنا نقوم بالذهاب في هذا المكان. الان سوف اقوم بزياده قليلا في الصوت. تشاهدون صراحة اللعبة أصبحت أفضل من النسخة أو الإصدار الأول. الآن سوف نقوم باختيار هذا الزر الثاني. هيا شاهد المؤثرات البصرية الخاصة باللعبة، كأنك تشاهد أنمي، والجرافيكس وأيضا الحركات الموجودة بها رائعة جدا. صراحة أصبحت أفضل بكثير من الإصدار الأول. الآن سوف نواجه البوس. صراحة اللعبة بجودة رهيبة للغاية. شاهدوا الجرافيكس والحركات والسرعة الخاصة باللعبة، سريعة للغاية. هيا نقوم بالهرب من هذه. هيا
لا لا هربي. اوه لا، بسرعة بسرعة بسرعة. جيد، انا هربنا من تلك الدائرة التي تستنزف يعني الطاقة هنا ايضا. اوه جيد، رهيبة جدا صراحة، نسخة تستحق التجربة. بسرعة، ممتاز للغاية. كما تشاهدون الجولة الأولى رائعة للغاية. الآن سوف نقوم بالتقدم على هذا الشكل، ننتظر قليلا الدخول إلى اللعبة. الآن نقوم بالضغط على سكيب أعتقد كي لا نضيع الوقت. هي سكيب. وكما تشاهدون هي اللعبة، شاهدوا الأكاديمي الموجودة هنا. سوف نقوم بزيادة في الصوت. واو، شاهدوا الجرافيكس الخاص باللعبة والاف بي اس، وشاهدوا ايضا المؤثرات والبنايات الموجودة هنا، ممتازة للغاية. الان نقوم بالتحرك، شاهدوا انها ثلاثية الابعاد هنا، سوف نراها يمكن نزيد في الجرافيكس. كما تشاهدون الان سوف نبدأ بقتال ثاني. هيا بسرعة، شاهدوا الجرافيكس رائع للغاية. الان نقوم بالضغط على سكيب لكي نضيع الوقت. هيا بسرعة. الآن سوف نبدأ، شاهدوا الجرافيكس الخاص باللعبة هنا. أوه ممتاز، هيا. أوه رائع جدا. الآن نقوم بالتقدم هناك، سوف أقوم بزيادة في الصوت. اللعبة رائعة جدا كما تشاهدون، الحركات والاف بي اس وايضا جودة الجرافيكس ممتازة للغاية في هذه اللعبة، يعني افضل بكثير من الاصدار الاول الخاص منها. اوه هيا بسرعة، ممتاز جيد، قضينا عليهم. اوه تبقى واحد هنا ايضا، سوف نقوم بضرب هؤلاء اثنين، ولكن سوف اكتفي بهذا القدر من اللعبة. شكرا لكم، اتمنى ان تنال اعجابكم اللعبة، اللعبة رائعة وتستحق التجربة بكل تأكيد. سوف نجد رابطها اسفل الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر.